دكتور احمد، يعني لو جاك رجل واراد ان يتزوج بنت رضيعه عمرها عام او عامين، تقبل بهذا الزواج؟ لو جاني انا؟ نعم. يبغى يتزوج هو؟ لا، هو هذا ولي الامر، ولي الامر عندما يكون في ظروف قاسية جدا. أضرب لك مثلا، حتى لو جاك تحت هذه الظروف، حتى لو جاك تحت هذه الظروف دكتور أحمد، أسمحي لي أستحلفك الله الذي لا، أسمحي لي عشان أرد على الصورة. لو أن رجلا لديه مرض الآن السرطان، وبين عشية وضحاها سوف يموت، ولديه طفلة، أين تذهب؟ هل للملاجئ أم يتبناها رجل يعني ويشرف عليها وإلى أن بس حتكبر حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها. دكتور احمد، يعني اذا كبرت حتعتبره ابوها، لانه هو اللي رباها، حيكون في مكانه ابوها. لا، ما هو رباها، لا، زوجها، اصبح زوجها، اذا مات ترثه على اوراق زوجها. لكن هي، انا اتحدث نفسيا، يعني رضيعه، يعني رضيعه، يعني اذا مين ما تبناها، سواء زوجها او انظر التشريع الاسلامي. نعم، انا يستطيع ان يتزوج من رضيعه، هذا ما قلته دكتور احمد. نعم صح، يعني أنا بتكلم عن هذا وبقول يعني نحن مركزين على النقطة دي، لا لنقطة جزئية بسيطة جدا. نعم. يعني ولكن أثارت جدل كبير، ما يحرمها، أثارت جدل كبير، لأنه هذا الثراء الموجود في الفقه الإسلامي. ويا إخواننا، أنا مع احترامي لكل الآراء، أنا أقول والله لن يفلح ولن ينجح الخلف إلا بما سار عليه السلف. مش عارف، سامعيني يا خلف؟ لن تنجحوا إلا لو سرتوا على ما سار